قرارات وزارة التربية والتعليم اليوم الجمعة 21 يناير 2022، قرارات خاصة بامتحانات نصف العام 2022، استمرارها وبداية امتحانات أولى وثانية ثانوي، وكمان مفاجأة غير متوقعة بخصوص امتحانات وبداية الترم الثاني. قبل بداية الفيديو حابب أشكر حضراتكم على كم التعليقات والآراء البناءة الموجودة في القناة، والحمد لله ده بيدل على مصداقية القناة والمحتوى الهادف اللي بتقدمه القناة ويوصل لكل الناس. طبعا بعد التصريحات اللي تبعناها من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بخصوص تقليل الكثافات في المصالح الحكومية، وكمان تابعنا خلال الفترة الأخيرة الزيادة المحتملة لفيروس ميكرون اللي كل يوم كانت 1100 بعدين 1200 1300 1400، طبعا غير الزيادات غير المعلن، وده دفع وزارة التربية والتعليم ان هي تقول ان الامتحانات في ميعاد. لكن حاليا في جامعة القاهرة كلية الإعلام لغت، جامعة عين شمس برضو لغت الامتحانات وخلتها إلكترونية. طبعا الكلام ده مأثر شوية، طب يا مستر مأثر شوية هيحصل ايه؟ تدار الامور دلوقتي في بيدرسوا ان الامتحانات تكون الكترونية. ايوة الكلام ده صحيح، حتى لو ما تمش الترم الاول فهو مؤكد هيكون في الترم الثاني. طيب مؤكد هيكون في الترم الثاني ان الحضور هيبقى جزئي، يعني يومين او ثلاثة زي السنة اللي فاتت، وكمان ممكن يحصل تأجيل نهائي، وده مش انا اللي بقوله، ده مستشار الرئيس للشؤون الصحية ده قاله في المؤتمر الصحفي امبارح، قال ان احنا حاليا بنفكر هل هنعمل اغلاق جزئي ولا اغلاق كلي. طب ده مدى تأثيره على الطلاب؟ طبعا تأثيره على الطلاب ان الامور هتبقى اسهل في الترم الثاني، لان هيحصل زي السنة اللي فاتت، طبعا لو استمر الوضع على كده هيحصل امتحانات مجمع الترم الثاني. طبعا الامتحانات المجمع الطلبة بيحصل فيها على الدرجات النهائية، فبالتالي هيتضاف على الترم الأول، وهتكون النتيجة ان كل الطلاب هتنجح زي كل سنة. لكن الكلام ده رفضه وزارة التربية والتعليم، ومصمم وزارة التربية والتعليم ان تستمر الدراسة وتستمر الامتحانات ويستمر الترم الثاني بوضعها الحالي. لكن الكلام ده حصل السنة اللي فات، هل هيحصل من مستشار الصحة للشؤون الصحية ان يأكد على كلامه ويضطر ان احنا نعمل اغلاق جزئي او اغلاق كلي، وبالتالي يحصل زي السنة اللي فات وكل الطلاب هتنجح؟ ده اللي احنا منتظرينه بخصوص القرارات بخصوص امتحانات نصف العام. طبعا وزير التربية والتعليم اكد وقال ان احنا مفيش الغاء لاي امتحانات وكل الاستكمال الامتحانات حتى الان، ولكن هل ممكن تحصل مفاجأة غير متوقعة؟ ده برضو متوقع بخصوص الاحداث اللي حصلت في الاخر.